في محسن الشابي مدير مدرسه حي الزيتين اثنين واصيل للمنطقه هذه الحقيقه معناها تفاجأنا باش يعملوا لنا المارشي هذايا لانه كان مبرمج معناها التيران وحتى مرصوده الميزانيه باش يستمتعوا به وليدات الصغار نتاع المنطقه وحنا في مؤسسه وسط مؤسسه تربويه هذه معناها اعداديه مدرسه ثلاثه مدرسة بير كرم وحاجتين واحد حاجة اثنين معناها تفاجأنا انه مش يحطونا لهنا نقطه تصوري معناها غاديكا وراه مش يخرجوا مش يخرجوا يخرج مش يكتفيوا لهنا مش يخرج لك مش لنا قدام المدرسه يغ... معناها يمثل قلق كبير واتصلنا بالسلطة وعلمنا احنا السلطة وان شاء الله معناها بكل صدق معناها ينحوه المشروع هذا يشوفوا اي مكان اخر ولاستهم هما جماعة والاولاد معناها غاديك بلاستهم يشوفوا لهم حل غاديك وهذا ينعملوه ملعب لصغيرات تاع المنطقة معناها هو ملعب هو ملعب هو, هو ملعب, 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 موجود بين زوز مدارس ومعهد بالضبط. الاصح انه يتبدل مرشي وقت اللي هما عندهم بلايسهم أه وعندهم المارشي نتاعهم الاصح يجيبوهم لهنا للملعب ولا الملعب ويردوه مؤهل للصغيرات باش يلعبوا فيه اختيار سيء للمنطقه المكان هذا انا نصور يبقاو على عين المكان يشوفوا المحل حل وهذا يتهيا ويرجع معناها ملعب للصغيرات يستمتعوا به صغيرات المنطقه معناها وعندنا برشا طاقات راهو لهنا خرجت من المنطقه ذي في الرياضه والرياضه راهي ضروريه معناها الأطفال معناها يعدي آه ما يلقاش وين يلعب معناها يولي يمشي ربما لحاجات اخرى ينحرف معناها لتعاطي حاجات اخرى ولذلك معناها الرياضه وعندنا برشا خرجوا كوادر من هنا من المنطقه دي في الرياضه وانا ديما معناها ناكد آه خاصه عندنا معناها الكبار اما هنا عندنا عبد السلام بوحوش اللي هو معناها آه لاعب مشهور كان يلعب حتى في النادي الافريقي وان شاء الله معناها طلبت منه وبلبولي الجول معناها نحكي على الجدد البلبولي وعنا معناها حتى حبل نجيب غميذ وعندنا معناها برشا وموسى و... و... وماهر حناشي وليدات المنطقه ان شاء الله معناها بالعكس هذه تكون بيبينيير نتاع لك الصغيرات هذيك باش تخرج طاقات في الرياض ما لذلك نعولوا معناها على باش صوتنا للمسؤولين باش ينحوا البرنامج هذا تاع المرشي ويرجع معناها كما كان مبرمج ليه ملعب لفئة الاطفال الصغار والجماعه نتاعنا ولاد حمتنا هم راهم قالوا لهم على عين المكان غاديك بعد المرشي غاديك هم معناها يسقاطوا ويدبروا في رزقهم معناها مو سالبين حتى شيء هم قلت لي قبيله باش يخرجوا لي اكيد وينصبوا لي قدام المدارس هذا الشيء المؤكد انه باش يخرجوا علاش خاطر البلاصه صغيره ما ترفعش اصغر برشا من المارشي اللي هما كانوا يخدموا فيه خاطر هو فري وخضره وغله وبرشا حاجات دونك كي باش يجيو لهنا باش يلقاو البلاصه ما ترفعش اوتوماتيكمون باش تلقى السور نتاع المدارس معبي بالبراوت والنصب وحس وعيات بيان سور بالضبط الكلام اللي قلته هذا وهذا اشرنا ليه احنا قلنا وراهم معناها حطوا لهنا انا يعني نعذرهم كيفاش يخرج غديك عادي جدا ربي باش يخرج غديك معناها مش يخرج لك نصاب نتاع ملسوقه ولا نتاع معدنوج تاع الم... سور المدرسه غديك وكان شوفوا احنا نحبوا معناها باش زينوها من وباش نهيئوها باش يكون في منظر معناها هكا ي... يشجع الصغيرات على الدراسه معناها باش يقبلوا على الدراسه فهمتني واذا ما يساعدناش ليه قلناها ليه هذا معناه ما يساعدناش المعلم وهو يقري ونغزر في الشبابك والبيبان نتاع الاقسام قابليني معناها كي كان نحكي شويه بالقوي المعلم يسمعني فما بالك باش يجيو لهنا يخدموا النصابه ويعيطوا واحد على البطاطا وواحد على الخضره وواحد على الملسوخه كما كنت تحكي التلميذ كيف باش يركز مع المعلم كيف باش ينجم يقرا بالضبط هذا ما اشرنا ليه للاسف معناه ما وقعش معناه ان شاء الله معناه بقولنا صوتنا يوصل ويقع معناه المشروع هذا يرجع ملعب للصغيرات المتحدة. نتاعنا يعني يستمتعوا به والاولاد معناها اولاد حومتنا نقول زاد من حقهم باش يعيشوا باش موارد رزقهم غاديك يبقوا على عين المكان غاديك في المرشية هذا ويشوفوا حل اخر انت قلت لي انا كي سمعت ما ما صدقتش حاجه جاتني غريبه برشا قلت لي دخلت دخلت معناتها ورفضت احنا وحاولت احنا عندنا سلطة عندنا المندوبيه الجهويه معناتها تتبعنا احنا اول ما عرفنا علمنا المندوبيه معناها هذا قلنا لهم كذا لكن ما رعنا الا والمشروع مازال متواصل معناها زلتوا باش تدخلوا وانتم رافضين وترفضوا انه المارشي يتنقل لهنا اكيد احنا ضده قلت لك القلق بالنسبه لي احنا راهو للصغيرات وللمعلمين مش يولي قلق كبير معناه هذا هو تقريبا ان شاء الله معناها قلت لك معناه يبلغ صوتنا ولو احنا وصلناه قلنا عن طريق التسلسل الاداري اللي احنا عندنا مندوبيه وعندنا وزاره تبعتنا احنا علمناهم في الوقت زاد ما خليناهمش معناها في... لكن معناه ما رعنا الا تواصل المشروع هذا فما يا وراكم تشوفوا فيها بنيا ولو اني هي بنيه تحسها معناها حتى ما هيش تستجيبش للشروط ولات مرتع كما يحكيوا الاولاد مرتع من منحرفين ومتاع سك شرب ومتاع معناها حاجات خايبه معناها ان شاء الله معناها قلت تبلغوا صوتنا للمسؤولين في بلديه تونس باش يلقاو حل خاطر هي بلديه بلديه تونس ونعاونوا معناها على مستشارين واللي هما اولاد منطقه معناها باش يلقاو حل معناها ما تكونش نقطه سوداء هذه في المنطقه. بطبيعتهم صغارنا اليوم يخموا في في التليفون يستنى وقت يكمل باش يتفرج في الكوميك في التلفزه ولا يعمل اي حاجه اليوم فوق هذيك الكل التخميم تاعو قاعد يقرا باش يزيد يسمع تحت اذني وهو المعلم يفسر اون باراليل شكون يعيط من برا على سلعته قاعد برا خليني نقول هكا أيوة انت تساعدك أيوة مارشي أيوة. هنا ولا كوليا هنا كوليا لي فهمتني على خاطر كيما قلت انت تو باش يبقى يقرا ولا ولا يحس ويستنى يتصنت في الكلام هاو كيلو طماطم ب 200 ولا فهمتني ها هو اجا خذ الفريب وكل شيء ما يجيش راه بالحق انا من الاول بقته ماشي في بلاصتها غاديك في بلاصتو المرشي خير تخيل انه البلاصه هذه تقعد ملعب ويصلحوها للشباب والصغيرات يلعبوا فيها ايه والا ولي مارشي النقطه هذه باش نحكيها بصراحة احنا صغيراتنا ما عندهمش حتى بقعه باش يترفهوا فيها الحقيقه نتاع ربي علاش ما يتعمل لهمش مثلا هذيا جنينه ولا ملعب يترينوا فيه الصغار ولا مثلا باش يترفهوا فيه الصغار مثلا تو راهو صغير عنده شحنه وعنده طاقه يزم يفرخها وين باش يروح للدار ما بين اربع حيوط لا عنده انترنت لا عنده تشريل واحنا راهو زويوله لهنا الكل نحكو معاك معناه زويوله ما مع عندناش لا باش نشرو انترنت لا باش نشرو الوالدين كي يلقوا باش يوكلوا صغارهم روا معناها راهو عباد رانا عباد فهمتني كي يعملوا لهم تيراو يعملوا لهم جنينه بالكراسي أحكي كيما جنينه العمران ايش بي مش خساره فينا احنا توينسا وبلاد فهمتني قولي لي عندك صغيرات في المكتب يا عندي زوز عندك زوز به اما خير لك الملعب هذا اللي مقابل المدرسه اللي يقراوا فيها صغيراتك يقعد ملعب ويحسنوا فيه للصغيرات هذوك مش يلعبوا للشباب زادة باش يمارسوا الرياضة فيه والا يبدلوه مارشي والبيعه تبدا تعيط على السلعه نتاعها والتلاميذ يقراوا مقابلين كيما نتفرج اما ما بينا احنا لما بقى الصغار باش يلعبوا وزادهم زادوا خبزتهم على بلاصتهم غادي اما نحن ولادنا والله بالحق يا عندي بنيه من كثر الحسر كنت تقول لها خذي لي يا سلام جاي هكا في وجهك اللي تبكيك في القرايه ذكيه ما عرفتش اما ما تنتبهش لان خاطر 24 ساعه ما تخرجش من الدار خاطر ما عندها وين تمشي ما عندها وين تمشي وما نخالطوش لا فما دار شباب لا دار ثقافه لا ل... وين هي دار شباب دار ثقافه بريت عام ما فهم شيء كان وجه ربي كتدوري في الواحد تلقى كان الكلاب كجنين قدامنا كلاب هكا كلاب تغلي فما سايبي صغير كنت تخدخلي ولا من نهار باش تقعدي انت مقارنسة معاه متسيرش. ما تصيرش احنا تو نحبوا حاجه للصغار يلعبوا بها وضلهم يعني وضلهم يعني تقولهم المسؤولين ربيح. تقولهم المسؤولين الملعب هذا خليوه ملعب وحتى اللي بنيتوها زيدوا فيها خلطوا لي فيسير للصغيرات <applause> وخلي حسنوا لهم في الملعب يزي في البركه نعم من عند ربي هكا يتقعد التقعد هذيك في الفيستريات هذا ملعب للصغار وهذوك ما يقعدوا في بلايصهم وهذوك يلقطوا في خبزه والناس مستانسه بها ما يعلمش اي يقدروا ياكلوا الكل راه يلقطوا في خبزه انا واحده من الناس كيف لو انا بنتي غاني انا بنتي تموت على الكينغ فو معناها مغرومه بالسبور مثلا كي تعمل لها تيرا يبدا نظيف ومثلا تبدا مسؤوله شارفه عليه ولا مسؤول مثلا علاش احنا نقعدوا نهزوا ولادنا العمران وين وين النساء العمران عليه تعرفي من وقتاش من سته للسبعه نتاع الليل بنتي مغرومه على الاخر في الكوره في يعني تترينا غاديك نهزها من سته للسبعه نتاع الليل علاش ما خير اقرب لنا لهنا حوم, حوم شعبيه بحذا بعد وانا راني مانيش انا ريت ولاد الجبل الكل والخضاره الكل انا نحياهم الساعه وكل شيء وناس بالجدي وناس راوريتهم ولد ولاد الجبل متربين وقسما بالله نبدا ما عنديش باش نشري الخضره ولا اي حاجه نقصد اي واحد منهم يعطيني والله قران والرحمه انا نعرف هما يسترزقوا كل شيء اما ما بصراحه أما ما تساعدهمش البقعه هذيا الحقيقه يتعم قدام مكتب وكل شيء صحيح انا نحب مثلا يبدا نظفوا لهم المرشي لوطاني علاش ما ينظفش المرشي غاديك على بلاصتهم وتبدا بالقدا احنا كي نمشي نمشي نشري مثلا الخضره والحاج ماذا المرشي يبدا نظيف هاك البقعه ذيك باهيه وكل شيء تنظف وتتريق المرشي مصلي عني بي على بلاصتهم